في هذه الأثناء تقوم البعثة الطبية المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية لتقديم كافة الخدمات وأشكال الدعم لحجاج بيت الله الحرام. يأتي ذلك وسط أجواء روحانية وإجراءات لوجستية ميسرة وتأمين طبي بمناطق المشاعر المقدسة. لك والملك لا شريك لك. ها هم ضيوف الرحمن لبوا نداء الرحمن وبدأوا رحلتهم المقدسة يوم التروية والوقوف بمشعر منى. وسط أجواء روحانية عالية كانت القاسم المشترك بينهم البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتوفير تلك الأجواء للحجاج بشكل ميسر خلال أدائهم المناسك بمناطق المشاعر. إن شاء الله واخدين كل الكادر الطبي معانا بالتموين الدوائي والتموين الطبي اللازم ومتواجدين في المخيمات بصفة مستمرة، ده بجانب العيادات اللي هي هتبقى موجودة فيه سواء في عرفات أو سواء في منى، بجانب أن في فروق المرور على المستشفيات سوف يتم المرور على العيادات والمستشفيات في مناطق الحجيج للإطمئنان على تحويل الحالات والحالات اللي دخلت المستشفى للإطمئنان على سير الإجراءات ومتابعتها بصفة يومية، وكذلك مرضى الغسيل الكلوي ومتابعتهم ووضع جدول ليهم للغسيل الكلوي اللازم ليهم. تنسيق مع السلطات السعودية بحيث ان الحالات اللي تقدر تطلع الى المشاعر سواء بسيارة اسعاف او انها تكون موجودة في مستشفيات المشاعر تم تصعيدها بالفعل ووجودها اللحظة ديت في المستشفيات، باقي الحالات هيتم نقلها ان شاء الله بالاسعاف علشان تكون موجودة في جبل عرفات. دي خطوة. الخطوة الثانية ان فريق مرور المستشفيات بالتنسيق مع رئاسة البعثة قام بالمرور على كافة المستشفيات اللي موجودة في المشاعر سواء في منطقة جبل عرفات أو في منطقة منى ورفع الموقع الإحداثي الخاص بيهم والخدمات المقدمة بكل مستشفى من المستشفيات ديت. في بعض المشاكل طبعا بتقابل الحجاج، إزاي يتعاملوا مثلا مع الأمراض بتاعتهم وهم موجودين هناك في الوقوف على عرفات أو في منى، هنوعيهم بأهمية الكمامات، أهمية التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام الكحول، بنعمل لهم إرشاد برضو بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في قدمهم إذا كان عندهم بعض المشاكل في قدم السكري إزاي يحافظوا على قدمهم أثناء المشي والوقوف وأداء مناسك الحج والمشاعر بإذن الله تعالى. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة ومنهم الحجاج المصريين مع بدء الرحلة المقدسة وتفويجهم لمشعر منى، داعين الله تعالى بالقبول والاستجابة. حنين والله، لا والخدمة ممتازة صراحة والله، ونظام وكل حاجة جميلة والله. فرحة وسعادة والله والله والله، فرحانين سعادة وفرحة ما أناش متصورها قد إيه، سعادة كبيرة قوي الحمد لله. إحساس جميل جدا وسعادة ما بعد سعادة، وربنا يدي كل مشتاق يا رب. الواحد مش مصدق إن هو في الحج حاليا، يا رب يكتبها لكل محروم إن شاء الله. فرحانة وطايرة، قلبي طاير من فرح، فرحانة وسعيدة ومبسوطة قوي 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 الحمد لله. ربنا يسعدنا يا رب ويجعل الحج مبروك علينا كلنا. دي اللحظة دي كنت بتمناها من زمان، وأتمنى يا رب إن يكون هذا الحج لا رياء ولا سمعة وحج مبرور ويكون ذنبي مغفور يا رب. رحلة العمر، ربنا ما يحرم حد ابدا يا رب، وينعم على المسلمين كلهم يوم يا رب بزياره النبي وزياره بيت الله الحرام. اجواء روحانيه عاليه تنتاب ضيوف الرحمن كافه لبدء رحلتهم المقدسه وسط اجراءات لوجستيه غير عاديه هدفها تيسير اداء المناسك. محمد حلمي، التلفزيون.